ضحايا ومصابون، مستشفيات ميدانية وتعبئة عامة، حظر تجول وإجراءات أمنية، مشاهد تذكر بأزمنة الحرب. في زمن الجائحة يستذكرون المخلص، بالنسبة للكثيرين الأعمار بيد الله، بينما يعتبر آخرون أن مسألة الحياة والموت هي في عهدة الطواقم الطبية اليوم. ولكن ماذا عن عملية الفرز أو الانتقائية بين مرضى كوفيد-19؟ لمن العلاج؟ للكهل أم للشاب؟ هل يقرر الأطباء فعلاً من سيعيش ومن سيموت؟ وهل تغلبت المنفعة العامة على المساواة بين الجميع في الاستشفاء؟ أسئلة كثيرة، منها ما هو طبي ومنها ما هو فلسفي، إلا أن الحقيقة الوحيدة تبقى في أن أبطال المشهد في المعركة مع كورونا المستجد هم العاملون في القطاع الطبي. في فلك الممنوع لنشاهد. مرحبا بك بولين دوفو على فرانس 24. انت ممرضه وكنت متطوعه بقسم العنايه المشدده في احد مستشفيات باريس لرعايه مرضى كوفيد-19. هل لك ان تحدثينا اكثر عن هذا العمل ولماذا اخترت التطوع؟ مرحبا جميعا، أنا موظفة في شركة خاصة وبالتالي فنحن لا نعمل كثيرا هذه الفترة، وبما أنني في الأصل ممرضة فقد قررت العودة إلى مستشفى لابيتي سالبيتريير لمساعدة زملائي في غرفة العناية المشددة حيث كنت أعمل سابقا. أن أساعدهم كان قرارا بديهيا ومنطقيا. هل اضطررت للمشاركة في اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالحياة أو الموت بالنسبة إلى بعض المرضى؟ نحن كممرضين وممرضات لا دور لنا في اتخاذ قرار كهذا، لكننا نشارك بالطبع في النقاشات مع الأطباء دون أن نتخذ قرار وقف العلاج أو استكماله. عادة ما يكون المريض في العناية المشددة منذ عدة أيام دون أي تحسن في حالته، وحينها يبدأ الطبيب المعالج نقاشاً مع زملائه حول الاحتمالات المطروحة لمستقبل هذا المريض وإن كانت لا تزال هناك إمكانية لتحسين وضعه أم لا. وإذا اعتبر الأطباء أن المريض قد استنفذ فرص النجاة وأننا يحتمل أن نصل إلى الرعاية العقيمة، يقررون حينها وقف العلاج. هو إذن قرار جماعي يتخذ مع العائلة ومع الكوادر الطبية من ممرضين ومساعدين. خلال عملية اتخاذ القرار أبقى دائما واقعية وأحيد الجانب العاطفي، فتجري الأمور بشكل جيد، لكن بعد ذلك عندما نجد أنفسنا في الغرفة مع المريض حينها يمكن أن نتأثر بشكل أكبر، فالأمر يتعلق بحياة أو موت إنسان، لكننا مسلحون بما فيه الكفاية لمواجهة هذه المواقف. أن نكون مسلحين يعني أن نعتاد على حالات كهذه وأن نفهم ما نقوم به، وبالتالي أن ندرك أنه لم يعد بوسعنا فعل أي شيء لإنقاذ المريض، وأن لا فائدة في الانجرار وراء مشاعرنا، يجب أن نبقى واقعيين، وهذا ما نكتسبه عبر تراكم الخبرة. فبالطبع أول حالات وفاة شهدتها كانت صعبة جدا. نحن موجودون لعلاج المرضى، ولكن إن لم يكن ذلك ممكنا هذا لا يعني أننا نقتلهم. أعتقد أن الموت هو جزء من الحياة، وطالما سببت الجوائح الكثير من الوفيات فهو أمر كان متوقعا، ولذا نحارب لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس، لكن طبعا لا يمكننا إنقاذ الجميع. من شمال إيطاليا دكتور حسين جلوس، بروفيسور محاضر في جامعة بافيا، أهلا بك دكتور في برنامج الفلك الممنوع اليوم. هل تعتبر أن الطواقم الطبية هي في سيناريو حرب أو طوارئ حربية؟ هل يمكن أن نقول أنكم في حالة حرب على فيروس كوفيد-19؟ طبعا إذا جاز التشبيه يمكن أن نقول أننا في حرب، بأننا نواجه عدوا، للأسف عدو في هذه الحالة مخفي ليس ظاهرا كما يكون العدو عادة في الحروب، وأقله نعرف أين هو. للأسف هذا عدو مخفي، ولكن
بالمعنى المجازي هي حرب طبعا. هل الطواقم الطبية اليوم التي يعني التي عادة ما تعالج بشكل عام يعني حالات أخرى، هل هي جاهزة لأن تكون في طوارئ حربية؟ أليست يعني هناك إذا بدك نوع من الدراسة المتخصصة للأطباء في هذا الشأن؟ يعني هل كل طبيب قادر اليوم أن يتعامل مع هذه الحالة؟ للأسف ليست موجودة، هذا ما كنت أود قوله في القابل، أنه ليس هناك نصوص تفيد بهذا الشأن. يعني نحن عندما ندرس الطب ندرس التسميس طب عام، وبعد التخصص يعني بعد دراسة 11 أو 12 سنة ليس هناك في كل هذه السنين أي نص يقول على كيفية وجوب التعامل مع حالات من هذا النوع. من إسطنبول جراح المغربي المتخصص في طب النساء والتوليد زهير لهنا، أهلا بك. أنت تنشط مع مؤسسات ومنظمات دولية في أماكن الحروب والنزاعات لمساعدة الناس في الشق الطبي، هل المشهد الذي سببته الجائحة في بعض البلدان يذكرك بتفاصيل من عياداتكم الميدانية في غزة أو في شمال سوريا، أم لا علاقة لهذا الأمر بما يحدث عادة في الحروب؟ أظن أن الأمر صار مشتبها شيئا ما، فأنا قرأت هذا الصباح شهادة لطبيب سوري اشتغلت معاه في إدلب حاليا موجود في شرق فرنسا، فأدلى بشهادة أنه لما كان يعالج الناس أنه صار عنده نفس الإحساس الذي كان عنده في سوريا، وهذا شيء محتمل جدا لأن عدد كبير هائل من الناس الذين يأتون في وقت واحد في حالة حرجة، فأنت تسرع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن دعني أبقى عند هذه الفكرة لأرى يعني رأي دكتور غسان أبو ستة، مدير برنامج طب النزاعات في الجامعة الأمريكية ورئيس قسم جراحة التجميل والترميم في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. أهلا بك، أنت على دراية جيدة جدا في طب الحروب، خاصة أنك تطوعت لسنوات كثيرة في مساعدة الطواقم الطبية في قطاع غزة خلال الحروب المتتالية، هل تعتبر اليوم أن زملائك الأوروبيين والأمريكيين وقبلهم الصينيين يعني والأطباء المتواجدين في هذه الدول هم في وضعية الطب الحربية، وهل الطاقم الطبي جاهز اليوم لمثل هذه السيناريوهات؟ عملية الفرز الطبي اللي تجري وقت ما نسميه الإصابات الجماعية، عندما يفوق عدد المصابين عدد إمكانيات المستشفى، ترينها بالكوارث بالحروب. أذكر ليلة مجزرة الشجاعية، جاء إلى مستشفى الشفا 250 مريض خلال 10 دقائق. هذا إصابات جماعية تفوق القدرة. يعني دعنا في البداية، أنت متفق اليوم أن يعني الطواقم الطبية تعيش في ظروف عمل كما في حالات الطوارئ الحربية، هذا متفق فيه مع دكتور؟ هذا المتفقين عليه. طيب، بس النقطة الأخرى أنه الشيء المقلق هو عندما ظهرت بعض يعني ببعض الولايات الأمريكية حاولوا وضع شيء اسمه do not resuscitate، عدم الإنعاش، لكافة المرضى ذو الحاجات الخاصة الذهنية والجسدية مسبقا، حتى إذا في حالة إصابتهم بالكورونا يعدوا ضمن المجموعات التي يتم فرزها خارج العلاج بدلاً عن فرزها مثل أي عملية فرز طبيعي. انتقلت، صار في نقلة نوعية ما بين الفرز الذي كان يجري بإيطاليا وبفرنسا وبنيويورك، ومرة واحدة صار في نقلة نوعية بخطاب هو خطاب إقصائي فلسفي على من يستحق الحياة مبني على قرارات مسبقة اجتماعية تحاول أن تتدخل بقرار الفرز الطبي. طيب، دعني أسأل في هذه الناحية، يعني الناحية الفلسفية، من الرباط معنا أستاذ الفلسفة والمفكر المغربي أحمد عصيد. أهلا بك أستاذ أحمد. اليوم عندي أول سؤال من شقين، هل يمكن أن نعتبر من ناحية فلسفية أن البشرية في حرب على فيروس؟ وهل مسألة انتقاء أو فرز المرضى هي يعني مسألة جديدة أم أنها تعود إلى السطح بسبب جائحة كورونا؟
بالنسبة لسؤالكم الأول، يمكن القول بأن البشرية فعلا تواجه جائحة غير مسبوقة منذ عقود طويلة، منذ أزمنة الطواعين والكوليرا إلى اليوم مضت عقود عديدة لم تواجه البشرية مثل هذه الحالة، أن يوجد 4 ملايير من البشر داخل بيوتهم محجوزين، هذا شيء غير مسبوق في الأزمنة الحديثة. ويمكن القول بأن التعبئة التي تتم في مختلف بلدان العالم هي تعبئة عامة ضد وباء معولم أصبح يهدد الجميع ولا يميز بين الشعوب والأجناس والأعراق والألوان والأديان، بل إنه يشكل خطراً على الجميع. من هنا يوجد نوع من التضامن الإنساني الذي يشعر به الإنسان عندما يبحث عن أخبار البلدان الأخرى ويتألم لما يحدث لا في بلده ولا في بلدان الجوار أو في بلدان العالم. هذه المتابعة الحثيثة لأخبار العالم وللوفيات والأرقام وغير ذلك يثبت أن العالم أصبح فعلا قرية صغيرة وكل الناس يحاولون أن يتعقبوا الأخبار بالتفاصيل. يعني نحن كبشر في حالة حرب ذهنيا. نعم بالطبع هي حرب، يعني من ناحية الذهنية. طيب واضح الحرب أو ما يعتمد في بعض البلدان هو شيء يمس بمبدأين من المبادئ التي اعتبرت مدخل للأزمنة الحديثة: الحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التفاوت. عندما نميز بين البشر ونحن أمام وباء يشكل خطر على الجميع، كما قال الدكتور قبل قليل، نميز أصحاب الإعاقة أو غير ذلك، هذا شيء يضرب في الصميم المكتسب الأول للغرب الذي هو أساس نهضته، وهو أن الإنسان هو القيمة العليا من حيث هو إنسان، وباعتباره لا يمكن تسخيره كوسيلة من أجل قضاء أغراض أخرى، بل هو الذي يخدم وتستعمل كل الوسائل في خدمته. هذه البلدان تقوم بالمس بهذا المبدأ الذي هو أساس. كي لا نعمم أستاذ أحمد، دعني أسأل دكتور حسين جلوس، هو في شمال إيطاليا، ومن شمال إيطاليا انتشرت فيديوهات دكتور حسين خاصة حول إزالة الأجهزة التنفسية عن مرضى كوفيد 19 وتفضيل علاج الشباب منهم مقابل التضحية بكبار السن. هل هذا ما حصل فعلا اليوم؟ هل تم اختيار من سيتم معالجته بالتنفس أم لا؟ أم هذا الأمر يعني مبالغ به؟ في الحقيقة لقد حصل، ولكنه حصل في أوضاع خاصة وفي أوقات محددة وعلى أعداد قليلة من الناس، لا يمكن إنكاره. ولكن في الحقيقة ما حصل هو أنه في أوج انتشار العدوى والإصابات بهذا الفيروس، خصوصا في المنطقة التي حصلت فيها هذا الفرز الإلزامي الإجباري برأيي، في شمال إيطاليا في مقاطعة لومباردية وتحديدا في مدينة بيرغامو التي كانت هي المدينة الأكثر إصابة بهذا المرض، نسبة إلى الأعداد الضخمة التي كانت تصل إلى طوارئ وإلى غرف الإنعاش، اضطر بعض الأطباء في بعض الأحيان إلى أخذ قرار من هذا النوع إلزاميا برأيي، لأنه في لحظة معينة يجب على البروتوكول طبي هذا الأمر مسموح في أخلاقيات مهنة الطب، هذا الأمر مسموح. أن لو سمحت لي سيدتي فقط بأربع أو خمس دقائق متواصلة فقط لأشرح من الناحية الطبية بحتة ما هو كيف يمكننا أن نناقش هذا الموضوع. بداية من المهم أن نعرف أنه في كل الحالات التي تواجه فيها الطبيب أمام خيار مهم، وخصوصا في الحالات الطارئة والاستثنائية مثل جائحة الكوفيد، يأتي عادة قراره وخياره اعتمادا على ما هو صادر من المجتمعات العلمية المختصة، وأيضا على تجربته الخاصة وأقدمية مزاولته للمهنة. هذه المجتمعات العلمية وكل حسب اختصاصه طبعا تصدر دوريا مبادئ توجيهية لكيفية التصرف في كل الاحتمالات. هذه البيانات عادة تلقي الضوء على عملية صنع القرار، وتعطي الدعم الذي يمكن أن يساعد في تقليق القلق والتوتر، وقبل كل شيء الشعور بالوحدة الذي يمكن أن يقلل من قدرة الطبيب على اتخاذ القرار المناسب.
طبعا في الوقت المناسب. كل هذا طبعا يمثل في الحقيقة ليس فقط مساعدة للطبيب بل أيضا حماية للمريض، حيث أنه يحد من أخذ اختيارات غير صائبة، قيل لا نقول خاطئة، من قبل الفريق المعالج. نعم. في غياب هذه البيانات العلمية، ولكنها طبعا حالات نادرة اليوم، لأن كل المجتمعات العلمية تقوم بإصدار هذه المبادئ التوجيهية والتي تسمى بالإنجليزية guidelines. نعم. وهي دائما محدثة، وفي حال غيابها يبقى على الطبيب أن يعهد ويلجأ إلى الحس السليم، وأن يعتمد على تجربته الخاصة ومعرفته وقدرته على التقييم الصحيح ثم التنفيذ. نعم. للأسف كل هذا يجب أن يحصل في فترة وجيزة جدا من الزمن، تكون أقل من دقيقة واحدة في بعض الأحيان. وهذا يمكن أن يخلق نوع من الارتباك وعدم القدرة على السيطرة على الحالة الطارئة. نعم. نحن نتحدث، هي ليست حالة سريرية مرضية سريرية يمكن فيها للطبيب أن يخطئ التشخيص أو العلاج، إنما نتحدث عن قرار يجب أخذه خلال دقائق معدودة، وتحديد من ولماذا إعطاء أولوية العلاج وليس طبعا أحقيته لأنه من حق الجميع. تمام. يعني الطبيب تفضل. في كل دول العالم قرار من هذا النوع يحتاج عادة إلى إذن من لجان علمية تقنية مختصة للبت في هذه الأمور، على غرار تلك التي تبت في حالات فصل المرضى المتواجدين بغيبوبة دائمة عن الماكينات التي تؤمن لهم الحياة، ما يسمى بالموت الرحيم يعني، أو تلك التي تقرر في حالات المرضى الرغيبين بالموت الأوتنازية، الموت الرحيم. هذا يحدث في الحالات الغير طارئة طبعا. نعم. وليس في حالات الطوارئ، لأنها حالات استثنائية ولا تسمح بجمع أعضاء لجنة للقرار بهذه الحالات الطارئة. طيب دعني أسأل، ربما دكتور غسان أبو ست ربما قد مررت بتجربة كهذه في غرف الطوارئ في غزة، ربما هل اضطررت يوما ما إلى اتخاذ قرار كهذا، يعني أن ربما أن تفضل أن تعالج مريض على مريض آخر لأنك ربما استسلمت في الحالة الأولى ولم تجد حل؟ نعم، هناك بعض الإصابات البالغة، خاصة إصابات الدماغ البالغة التي كانت تأتي، كان من درجة الإصابة ومن بيانات الطبية للمريض هناك ليس هناك أمل من أي نوع من النجاة، ويتم فرزهم كما قال الزميل يتم فرزهم بخانة المرضى اللي غير قادرين على إنعاشهم. نعم. فيتم التركيز على من ممكن أن يتم إنقاذهم خلال العلاج. على الطبيب هل هذا صعب نفسيا؟ نعم، على الطبيب صعب للتركيز على بلاغة الإصابة. ثانيا صعب من ناحية الإنسانية، يعني أنا أذكر أنا اشتركت بحروب غزة الثلاثة وقبلهم الانتفاضتين، أنا أذكر علاقتي مع الأطفال المصابين اختلفت كاملة لحظة ما صار عندي أطفال. نعم. قدرتي على استيعاب موت الأطفال، أذية الأطفال بطريقة والإحساس بها بطريقة شخصية اختلف عندما أصبحت أب. نعم طبعا، يعني الطبيب بالنهايه يعني هو انسان، وطبعا يتغير مع تغير الزمن ايضا فيما يتعلق بالشق الانساني. على تويتر سالنا الناس، يعني ضمن اطار اخلاقيات مهنه الطب، هل تتفهمون تفضيل تقديم العلاج او انقاذ مصاب على مصاب اخر؟ نتحدث طبعا عن فيروس كوفيد 19. من اصل حوالي 400 شخص شاركوا في هذا الاستطلاع، الغالبيه اي 56% اعتبروا ان هذا الأمر غير أخلاقي، فيما اعتبر 43% أن هذا الأمر طبيعي لأن الأطباء اليوم في الجائحة هم في حالة حرب. دعني أسألك دكتور زهير لهنا سؤال ربما أقرب، يعني هو بين الطب والفلسفة. اليوم هناك الكثير من الناس يعتبرون أن المخلص هو الطبيب، وأن ربما الطبيب يملك قدرات معينة يستطيع فيها أن يحقق الشفاء أو الحياة لبعض الناس. برأيك أنت في جائحة كوفيد 19 من يحيي ومن يميت؟
بالنسبة للمؤمنين دائما الله هو الذي يحيي ويميت، ولكن الطبيب هو أداة للحياة. حتى في عن المسلمين ومن أحياها فكأن أحيا الناس جميعا، ومن من أحياها أنت، أنا لا أحيي، أنا أداة، أنا أداة للحياة إذا كنت أشتغل بطريقة مهنية وحسب معايير وأبذل كل ما في وسعي. في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أقصى وسعها مش أدنى وسعها. يعني الإنسان يشتغل على حسب أقصى ما في وسعه لينقذ الناس. فأنا لما كنت في حروب غزة، ولكن عندما يقوم طبيب، عندما يقوم طبيب ربما بإزالة جهاز تنفس عن شخص ما لإعطائه لشخص آخر، ألا يكون مشارك في عملية الإحياء والقتل؟ لا. يعني هذا إذا أزلنا جهاز تنفس فهذا قتل. هذا أظن أن لم أظن أن هناك طبيب عمل هذا، ولكن الناس امتنعوا على تنبيب. أنا أول ما اشتغلت في فرنسا من زمان اشتغلت في مشفى في إيباد، في هذا بتاع العجزة. نعم، وكنا دار عجزة. لما يكون مشكلة عند مريض عنده كثير من الأوبئة ويكون معاه يعني وقف لتنفس أو صدمة قلبية، إذا ما تم تنبيبه في أغلب الحالات ولا يخرج سالما، لأن حالته الصحية كانت متدهورة. ففي هذه الحالة الجيدلاين الذي خرج في فرنسا في 19 مارس يحكي على الأطباء أن إذا كنت تظن أنك إذا أنعشت مريض متهاوي وعنده كثير من المشاكل فأنت يعني لن تنفعه بل سوف تضره، فبالأحرى أنك لا تنعشه لأنه سوف يموت موتة بين قوسين رحيمة، لو لا أحب هذا الكلمة هذه لأنها تمشي الأوتانازيا. لديكم إرشادات معينة في حالة معينة بإزالة أجهزة التنفس أو عدم مساعدة طبية للمريض، ولكن هذا هل ينطبق؟ عدم التدخل لأقصى حد. أنت تؤمن بالعناية الإلهية؟ يعني اليوم الأعمار بيد الله، بالنسبة إليك يعني من يقرر إذا الشخص حيموت أو حيعيش هو يعني بالنسبة إليك ربما الخالق. لا، أنت كطبيب. نعم، أتحدث عنك يعني أنت كطبيب اليوم أيضا. الطبيب المسلم دائما هو أداة للخالق. نعم، ولكن مع هذا أن حتى الزملاء الفرنسيين الذين لا يؤمنون بإله فهم يشتغلون بحسب نفس هذه الإرشادات. هذه الإرشادات إذن هناك إرشادات. نعم، أنه لازم يعمل أقصى ما في وسعه حتى يمكنه إنقاذ الناس. فالطبيب المسلم لازم أن يقيم أقصى ما في وسعه. أسأل أستاذ أحمد عصيد في مسألة الفلسفية. هناك نزاع بين المذاهب النفعية والمذاهب مذاهب المساواة بين الناس فيما يتعلق بالعلاج، فيما يتعلق بالفرز، بمسألة فرز المرضى وانتقاء المرضى. كيف ترى هذا الأمر؟ وبرأيك يعني هل اليوم المخلص على هذه الأرض هو الطبيب في هذه الجائحة فلسفيا؟ بطبيعة الحال أعتقد أن هذا الوباء جعل عيون الناس وأذهانهم وآمالهم تتعلق بالأطباء وبمختبرات البحث عن اللقاح الفعال. هناك رد اعتبار كبير للعلم وللعلماء وللطب. تراجعت الخرافة وتراجعت الكثير من الأساطير وكثير من الاعتقادات الشعبية، وأصبح الناس حتى في مجتمعات الجنوب ينتظرون أن المخلص يعني في زمن الوباء هو الطبيب. وهذا النقاش حدث حتى قبل قرون في الفكر الإسلامي بين الفلاسفة وعلماء الطبيعيات والطب وبين الفقهاء. وأعتقد أنه اليوم لابد أن نميز بين أمرين. ما ذكره الدكتور قبل قليل عندما تحدث عن الفرز بين الحالات الميؤوس منها وبين الحالات التي فيها أمل، هذا فرز تقني وطبي ليس فيه جانب أخلاقي، روتين طبي. لأن الميؤوس منه بنسبة 90% أو 95% قد تعطي أولوية بشكل طبيعي لمن ستنقذ، لكن الفرز على أساس أن هناك إعاقة أو أن الإنسان مسن تجاوز 60 أو 70 هذا بالضبط غير مقبول من الناحية الأخلاقية وفلسفيا في أي بلد من بلدان العالم، لأن الطب أساسا فلسفته هي فلسفة إنقاذ الإنسان من حيث هو إنسان
ولا يجوز أبدا القيام يعني نزع جهاز التنفس من شخص مسن لكي تنقذ شخص أقل، لأن الحق في الحياة هو حق للجميع بالتساوي. يعني اليوم هناك مسؤولية أخرى لا تقع على عاتق الطبيب عندما تكون لديك كل هذه الكميات من الناس التي تحتاج إلى علاج وإلى إنقاذ وليست لديك الأدوات الكافية. كيف تفعل؟ صحيح. كيف تقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ بالنسبة للمسؤولية أود أن أوضح أمرا بسيطا، وهو أمر قسم اليمين الذي يدلي به الطبيب عندما يتخرج ويصبح طبيبا، كلنا نعلم به وهو قسم هيبوقراط. أود أن أشير إلى ثلاث نقاط مهمة في هذا القسم والتي تخص الموضوع الذي نتحدث عنه الآن. النقطة الأولى هي السعي للدفاع عن الحياة، الثانية هي علاج كل مريض دون أي تمييز، والنقطة الثالثة هي عدم القيام بأي أعمال تهدف إلى التسبب في الموت. إذن أمام هذا الواقع كيف يمكن للطبيب أن يقرر الفرز بين المرضى والتسبب الغير مباشر بوفاة بعضهم؟ طبعا من أجل اتخاذ قرار كهذا يمكن أن يقوم الطبيب بتحديد أو يجب أن يقوم الطبيب بتحديد الحالة الصحية للمريض آخذاً بعين الاعتبار ليس السن ولكن الأمراض الأخرى التي يعاني منها وخطورة حالته في تلك اللحظة. هذا ما يساعد الطبيب قبل أن يتم الفرز في حال تدفق المرضى ووجود معدات محدودة لمساعدتهم. يعني الطبيب يمكن أن يشرح المسألة ببساطة، أنا أتواجد في حالة استثنائية ويجب أن أقرر نسبة إلى ما هو متاح لي في هذه اللحظة. مريض لديه عدة أمراض أخرى مزمنة قد تسبب له الوفاة في أي لحظة وليس بسبب الكورونا، ومريض آخر ليس لديه أي مرض آخر غير الكورونا، من نضع على جهاز التنفس؟ هذا السؤال يعني هذا السؤال هذا أنا ما أريد، أنا عندي الجواب ولكن أنا أريد أن أطرحه أيضا على المقيد. يعني من نضع على هذا الجهاز؟ من نضع يا دكتور غسان؟ من نضع؟ طبعا إذا ممكن بس أنتهي من تفضل. أنا لا أتحدث عن العمر أو كم سنة يبقى أمام المريض، أتحدث عن الحالة الصحية، بمعنى أنه يجب في هذه اللحظة إعطاء الجهاز التنفسي إلى الشخص الذي لديه فرص نجاة أكبر تماما كما يحصل في حالة الحرب. يعني سألت بداية على الحرب حيث يجب العمل على مساعدة الجرحى الذين لديهم فرصة أكبر بالبقاء على قيد الحياة. يعني ما يجب أن يقود الطبيب في تلك الحالة ليس عمر المريض بل حالته الصحية العامة. وبالرغم من ذلك يشكل قرار ثقلا كبيرا جدا على معنويات الطبيب. طبعا وهناك ايضا مشكلات اخرى يمكن نتحدث فيها فيما بعد. اترك الكلمة دكتور غسان، يعني برايك هذا المثال الذي اعطاه دكتور حسين عندما يكون لديك يعني مريض بحالة صحية جيدة ومصاب بكوفيد ومريض اخر لديه تعقيدات صحية ومصاب ايضا بكوفيد ولديك جهاز تنفس واحد، يعني هذا هو ربما الموقف الأكثر صعوبة الذي يمكن أن نضع فيه طبيب اليوم في زمن الجائحة. أهم شيء عدم محاولة قراءة جدوى الحياة عند المريضين، يعني قرار مسبق أنه نوعية حياة المريض رقم واحد أفضل من نوعية حياة المريض رقم اثنين. يعني مريض لديه فشل كلوي أو مريض لديه سكري أو لديه مشاكل بالقلب، الكواليتي أوف لايف نوعية حياته أقل من نوعية حياة المريض المعافى جسديا. القرار على إعطاء الأولوية بالفرز يكون مبني على فرص نجاح العلاج واستهلاك المريض للقدرة العلاجية على أكثر مدى. يعني مريض
حيحتاج عناية مكثفة لمدة قصيرة مقارنة بمريض قد يحتاج عناية مكثفة على مدى شهر ثم قد يعيش أو قد لا يعيش، مقارنة بمريض حيحتاج العناية المكثفة لمدة 3 أيام لأسبوع وفرصه بالنجاح عالية. عالية. هذا يختلف عن قرار إنه المريض رقم واحد نوع حياته أفضل من المريض رقم اثنين. نعم. نعم نعم. إذن يعني الموضوع يتعلق بشكل عام بخصوصية كل حالة وكل ربما ظرف يكون الطبيب موجود فيه في حالات الطوارئ كهذه وفي حالات الجائحة والحروب طبعا التي تتشابه. دكتور لهنا، عندي سؤال لك قبل أن أختم مع أستاذ أحمد عصيد. يعني اليوم أنتم كأطباء مثلا عندما ترون هذا المشهد، برأيكم هل هناك مسؤولية تحملها الدول بشكل عام بتحويل ربما القطاع الصحي في العديد من الأماكن في هذا الكوكب إلى أحد قطاعات الاقتصادية الذي تحكمها الأسواق وقاعدة الأسواق، قاعدة الربح والخسارة؟ هل برأيك هكذا هذا يعني هذا هو المشكل اليوم؟ هذا هو سبب نقص المعدات؟ هذا هو سبب تراجع الخدمات الصحية والرعاية الصحية في الدول حتى المتطورة؟ أكيد أكيد. أنا أناضل في هذا الميدان منذ سنين، ولا سيما في بلدي الأم المغرب، لأن الصحة هي لها تكلفة وليس لها ثمن. فأننا مشينا لا سيما في الحكومات الأخيرة إلى 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 جعل من الصحة بيع وشراء، فهذا يضر بالمواطن في بطريقة يعني في الأيام العادية. ولما تجي الجائحة فصارت الناس يعني الحمد لله تعالج بالجائحة ولا تعالج في مسائل أخرى، ولكن نلاحظ حتى في الدول الأوروبية فهذا المنوال ماشين عليه من 20 سنة. فأنا درست في فرنسا ولاحظت كيف أن مستوى الخدمات لا سيما في القطاع العام في تراجع، ولا من ناحية المعدات ولا من ناحية المؤهلات والناس الموجودين في الدول مثل المغرب مثلا. نقص كبير في الأطباء، نقص كبير في المسعفين، نقص في المهارات في الدول الجنوب بصفة عامة، مما جعل أن الصحة صارت مقرونة بالمادة. وأسترجح كلام شارل نيكولس، لأنه ميكروبيولوجي فرنسي كتب في 1933 إن الجائحات من 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 حسنها أنها بتعطينا التضامن بين الناس وأخوة. التضامن لأننا لابد أن نتضامن مع بعضنا البعض، لأن الجائحة ممكن أن تصيبنا، وأخوة لأننا لابد أن نفكر في الآخر، فلسنا في مأمن عنه. فالناس ولو كسبوا الأموال ولو كسبوا كل شيء، إذا كانت الصحة العمومية فاشلة ومنضطرة فهي فاشلة على الجميع. هم متساوون بالموت على أي حال، يعني بما أنه كل البشر بيموتوا. سؤال يطرح نفسه، ربما دكتور حسين قد يجيب عن هذا السؤال اليوم. قد يعتبر البعض أن الغني أو الأغنياء أو الطبقة المرتاحة يعني ماديا لديها سهولة الحصول على الرعاية الصحية أفضل من غيرها، وهذا موضوع أيضا مطروح حاليا في جائحة كوفيد. يعني هناك الكثير من التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أغنياء يحصلون على فحص كوفيد 19 مقابل عدم توفره لطبقات أخرى من المواطنين. أنا برأيي أنه في هذه الحالات هناك متغيرات كثيرة يمكن أن تلعب دورا حاسما في أخذ القرار المناسب. عندما يتواجد الطبيب ملزما على أخذ قرار من هذا، على سبيل المثال التجهيزات الطبية المتوفرة في المستشفيات، أعداد الجسم الطبي العامل، المساحات المتاحة للعمل، تنظيم وكيفية استقبال المرضى في الطوارئ إلى آخره، هناك متغيرات عديدة. في بلاد مجهزة كالبلاد الأوروبية من حيث غرف الإنعاش والعناية الفائقة والطواقم الطبية لا يجب أن يحصل شيء من هذا النوع. أنا سأعطي مثلا بسيطا عن البلد الذي أعيش فيه، عن إيطاليا. في إيطاليا كان لدينا في بداية جائحة كورونا 5,000 سرير إنعاش وعناية فائقة.
أصبحوا فيما بعد خلال المرحلة القصوى 9,000 سرير، بينما في ألمانيا بدأوا منذ بداية الأزمة منذ أول إصابة وكان لديهم 30,000 سرير عناية فائقة، أي 6 أو 7 أضعاف ما كان لدينا في إيطاليا. وهذا بالفعل ما مكنهم من مواجهة الأمر بسهولة أكثر، ترجمت بأقل عدد من الوفيات في ألمانيا نسبة إلى إيطاليا، رغم أن أعداد الإصابات كانت أكثر ارتفاعاً في ألمانيا. صحيح. وهذا ما فتح المجال لألمانيا بمساعدة إيطاليا بنقل بعض مرضى العناية الفائقة إلى ألمانيا. إذن يعني هناك إهمال ربما من الأنظمة يعني في بعض. كيف يمكننا أن نضع المسؤولية على الطبيب سيدتي؟ كيف يمكن للطبيب أن يكون جاهزاً لحالات كهذه؟ سيارات، صفارات الإنذار في أذنيك طوال الوقت لا تتوقف، الضجيج، الفوضى، التعب، الإرهاق الجسدي، الإرهاق النفسي، ليست أمور سهلة تساعدك على أن تكوني جاهزة وعلى درجة كافية من الصفاء الذهني. من المسؤول يا دكتور؟ المسؤول هي الدول. المسؤول هي الدول السياسيين والاقتصاديين الذين يتحكمون باقتصاد البلد ويقللون من صرف الأموال التي يجب أن تذهب كلها إلى 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 مجال الطب، لأن هذا هو المجال الذي ينقذ حياة الناس ليس أقل. وهذا يدفعني إلى سؤال ربما سأوجهه لدكتور غسان. دكتور غسان، اليوم برأيك، بما أنه يعني هناك تقارير كثيرة تجمع على أن الدول في عديد من الأماكن في هذا الكوكب مقصرة جداً بحق شق أو قطاع الرعاية الصحية، وربما سبب دخول الصحة في حرب القطاعات الخاصة والعامة أيضا تسبب أكثر باهتراء أنظمة الصحية في دول كثيرة، ألا يتحمل ربما الطبيب، ربما لا يتحمل مسؤولية هذا الأمر، ولكن ألا يتحمل مسؤولية انسحابه من الشأن العام أو من الحياة السياسية؟ يعني نعرف أن هناك وزارات للصحة في العالم، ولكن هل الطبيب اليوم موجود في القرار السياسي في هذه الدول؟ هل يؤثر على القرار السياسي من أجل الحفاظ على هذه الأنظمة الصحية، أم أن الطبيب لا دور له أصلاً في هذا النوع من الأمور؟ الأساس هو في النظام الاقتصادي النيوليبرالي الرأسمالي. النظام الاقتصادي النيوليبرالي سلع صحة الإنسان وأدخلها في أتون الربح والخسارة. وعندما مرحلة أو عملية تسليع صحة الإنسان أدخلت نظم إدارية مرتبطة بالصناعات إلى الصحة العامة، يعني الانسيابية في القطاع الصحي، رؤية الوفرة في القطاع الصحي كشيء سلبي يجب إزالته، كأنما أنت في مصنع سيارات أو مصنع أجهزة إلكترونية. هذه الرأسمالية المتوحشة مبنية على فلسفة التضحية بالضعيف من أجل القوي، بالوقت الطب مبني على فلسفة مساعدة الضعيف حتى يقوى. فعدم التكامل الأخلاقي ما بين الرأسمالية وما بين مبدأ الصحة هو الذي خلق هذا التشوه بأغنى دول بالعالم. وأنا رأيته لأنني درست وعملت في بريطانيا خلال مرحلة الثاتشر إيرا، مرحلة مارغريت ثاتشر وهجومها الممنهج على القطاع الصحي وتحويله بالتدريج إلى قطاع خاص. هذا المنطق كان يرى بصحة ومرض الإنسان فرصة اقتصادية ضائعة يجب تحويلها إلى سلعة للتجارة فيها. الذي حدث بهذه الجائحة التي مثلت تحدي هام للنيوليبرالية الرأسمالية هو إدخال فكرة الفرز الاجتماعي ونقل فكرة الفرز من الطب
إلى العلوم الاجتماعية. الفيلسوف الإيطالي أغامبن كان طرح فكرة موجودة بالقانون الروماني، هي هومو ساكر، الإنسان الذي يتم قتله بدون ما تكون هذا القتل جريمة قتل. لما بدأ الخطاب بعد إيطاليا، بدأ الخطاب بالدول الغربية لترويج فكرة أنه الكبار السن المعاقين جسدياً، المعاقين، هذا فكر فاشل على أي حال يعني، ولكن هم الذين يجب تحديد فرزهم. بس ما هو أنت يتم تمرير فكر الفاشي عن طريق ربطه بالطب والفرز الطبي، عن طريق بناء هذا التضحية بفئات مجتمعية لحماية النظام. للأسف نحن يعني خلص انتهى الوقت عنا. سأختم مع أحمد عصيد من الرباط. أستاذ أحمد، يعني طبعا نحن نشكر كل الطواقم الطبية، يعني كأفراد وأيضا كصحفيين، الطواقم الطبية العاملة ليلا نهارا منذ مدة طويلة على مسألة جائحة كوفيد 19، ونشكر الأطباء الذين حضروا معنا اليوم في هذه الحلقة على وقتهم وجهدهم. أستاذ أحمد عصيد، أريد أن أختم معك في نهاية هذه الحلقة، بعد أن استمعت إلى هذا النقاش بين الأطباء من مختلف الدول في أوروبا وفي الدول العربية، برأيك اليوم ما هي المسألة التي يجب أن لا نهملها فيما يتعلق بالقطاع الصحي بعد جائحة أو خلال جائحة كوفيد 19؟ ما الذي يجب أن لا نهمله كبشر؟ أعتقد أن هناك ثلاثة دروس يمكن أن يستخلصها البشر من هذه المحنة التي اجتازتها البشرية خلال زمن الوباء. المسألة الأولى وهي تطوير وتأهيل القطاع الصحي، ليس في بلدان الجنوب فقط، بل حتى في بلدان الشمال التي تعتبر متطورة والتي ظهرت خلال هذه الجائحة مرتبكة ومضطربة واعترضتها مشاكل كثيرة. المسألة الثانية هو التأكيد على أولوية الإنسان في مقابل الجشع الليبرالي وفلسفة المجتمع الليبرالي وفلسفة الخصخصة. لا بد من أن نعتبر مما جرى بأنه ينبغي أن يخدم الإنسان، لأن هو باني الحضارة. لا يمكن بناء الحضارة إلا بهذه القيمة واحترام الكائن البشري. المسألة الثالثة هي أنني أتوقع بأن البحوث المتعلقة بتطوير المناعة، مناعة الجسم البشري، وخاصة ما يتعلق أيضا بالذكاء الصناعي، ربما ستتطور بسرعة أكبر بعد هذه المحنة، لأن ما حدث للبشر من مفاجأة لم تكن متوقعة، وما حدث من خطأ اعتبار الرأسمال واعتبار التوازنات المالية والمصالح التجارية أسبق من الإنسان، مما جعل كثير من الدول لم تأخذ الاحتياطات في الوقت المناسب. كل هذا في اعتقادي سوف ينصب أكثر في نوع من ضمان مناعة للجسم البشري ضد الفيروسات، وهذا قد يجعل هذا المجال الذي كانت فيه تحفظات كثيرة ربما قد يتطور بسرعة مستقبلا. النقاش في فلك الممنوع لا نهاية له، نترك لك ولك حرية التفكير وحرية الاختيار، فما رأيكم؟ شاركونا بتعليقاتكم واقتراحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هاشتاغ ممنوع 24. كل الشكر لسلمى بنجارة في الإعداد والإخراج. ابقوا دائما على فرانس 24 في منازلكم. تحياتي.